هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، انطلاقة ثانية من انطلاقات أشواط الإنتاج والمنتجين مياسة لمحمد بن مساعد بن قران المنصوري صاحبة أول أشواط الإنتاج. يأتي أيضا في الأبكار اللقاية المحليات الأصايل تعلن انطلاقة ثانية من انطلاقات هذا الصباح للإنتاج، وهو الشوط الثاني الذي يحمل الأبكار المهجنات الأصايل لسن اللقاية. أيضا هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، وهو أيضا شوطنا الرابع عشر في تعداد أشواط هذا اليوم. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لأجد بيان الدكتور سعيد بن علي، سعيد بن سالم بن علي الشيخ يأتي مع المركز الأول يقدم بيان على مقدمة هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني هذه حرير راشد بن ساري بن علي المنصور اللي وصل على المركز الثاني، نقلة مباشرة إلى المركز الثالث، الوصول في ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. من قادم على ثالث المراكز بتحديات جميلة وانطلاقة أيضا رائع وممتاز، اللي وصلت لسهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي متعبة وصلت على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع تاتي الشامخة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وصل يقدم الشيخ أكثر من اسم. هنا المركز أيضا غيرت للمركز الثالث من الرابع، يأتي بالمركز الخامس في هذه اللحظات عتاب لحياب بن موفي بن علي الدوسري، وصل في هذه اللحظات يقدم عتاب، ولكن ما في عتاب يا دوسري، هذه اللي ايضا تغير من مركز الى مركز. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام تدخل ايضا بانطلاقه جميله ورائعه، بينما اللي من الزاويه الاخرى وصلت في هذه اللحظات المايدية محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري. هذه الست المراكز الاولى، ناخذ المركز السابع، اي وصلت ثمينة مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي في المركز السابع، بينما اللي في المركز الثامن وصول على ثامن المراكز العمالة علي بن حمد بن علي البطين المري، والمركز التاسع تدخلات من اللي هي شعاع باران بن محمد بن حمد بن قريع المري، والمركز العاشر شعلة لعبد الله بن علي بن ربيع الرزق العقمي، وصل في هذه اللحظات ليقدم شعلة. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة. سعيد بن علي الشيخ يقدم بيان، بيان صريح في هذا الصباح، تعلن بيان بأنها الاسم القوي في مقدمة هذا الشوط للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، ولكن هنا، هنا اللي غيرت الصدارة، هنا اللي غيرت المركز الأول، حياب بن موفي بن علي الدوسري، غير أيضا عتاب، عتاب على المركز الأول، وهي تقدم هذه السيمفونية الرائعة والجميلة مع مقدمة الشوط. المركز الثاني قلنا بيان، والمركز الثالث وصول من اللي هي الشامخة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ على المركزين الثاني والثالث. الشيخ يقدم هذه الانطلاقة، بينما اللي في المركز الرابع وصلت المايدية محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس متعب سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي، والمركز السادس تاتي هناك ثمينة مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، وصل مع ثمينة، والوصول الآخر من شعار أيضا هنا بن منانة، وصل ليقدم انطلاقة رائعة وجميلة من خلال هذا التواجد الكبير والتحدي المثير. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هذه اللي وصلت أيضا في هذه اللحظات، تدخلت حاملة الرقم اثنين اللي هي حضور سعيد بن منانة بن غدير، وصل في هذه اللحظات يقدم انطلاقة جميلة، والوصول الآخر بارودة لسالم بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، وصل في هذه اللحظات. هذه النتيجة، أسماء قوية قادمة للمنافسة أيضا للتحديات المثيرة وأيضا الأداء الكبير. حلوة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة واصلة، ولكن وين
الكيلومتر الأخير، عتاب عتاب على مقدمة هذا الشوط، عتاب على صدارة الأولى، حياب بن موفي بن علي الدوسري يقدم عتاب على صدارة على مقدمة هذا الشوط. سلامات إلى وادي الدواسر هناك بالمملكة العربية السعودية، إن لم يكن كلام آخر مع القادمين بن منانة أيضا واحد من بنوك الإنتاج الكبيرة بالفعل يقدم انطلاقة ولا أروع. حضور حضرت حضور هنا مع أيضا سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يقدم حضور على المركز الثاني. بدأت أيضا تسير إلى مقدمة الشوط، عينها إلى الصدارة، عينها على المقدمة والصدارة الأولى. القادم هناك من شعاع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، والقادمة حلوة لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. عتاب وحضور، حضرت حضور في الأربعمائة متر الأخيرة، وعتاب على الصدارة الأولى، عتاب على المقدمة الأولى، عتاب وحضور. حضور بن منانة يغير الصدارة، بن منانة يغير المركز الأول، ينتقل من مركز الآخر، يأخذ الصدارة الأولى. هذا هو الإنتاج الجميل، إنتاجي حضور. سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، تهانينا لأبو سالم على هذا الفوز والانتصار. مشكور خميس بسعيد الزرعي من يقدم الوصول، تهانينا والناموس لحظات الوصول مع المركز الأول. حضور سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثاني وصل أيضا هنا مع شعاع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. والمركز الثالث كانت أيضا عتاب حياب بن موفي بن علي الدوسري. المركز الرابع وصول من اللي هي بارودة لسالم بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. والمركز الخامس حلوة لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه نتيجتنا وانطلاقة هذا الشوط. لنا إعادة وعودة بالتوقيت الزمني مع حضور سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. قطعت المسافة في 7 دقائق بالفعل و44 ثانية، 8 أجزاءين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. اللي احتلت المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل، هذه شعاع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، أيضا كان أيضا أداها ونجوميتها رائعة ب7 دقائق 47 ثانية وفاء تماما وكمالا. بينما عتاب من احتلت المركز الثالث لحياب بن موفي بن علي الدوسري، حيث قطعت المسافة 7 دقائق 47 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.